من مقبرة الشهداء في حديقة مخيم درعا، حيث يرقد في هذه المقبرة عشرات الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم على مذبح الحرية. تتميز هذه المقبرة أن غالبية شهدائها هم من أبطال الجيش السوري الحر الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء لوطنهم، حيث تقع هذه الحديقة التي حولت إلى مقبرة شهداء في مدخل مخيم درعا، وباتت علم من أعلام الثورة السورية في مدينة درعا. في جولة لنا هنا في هذه المقبرة نلتقي مع إحدى أمهات الشهداء، أم الشهيد مهند اليوسف، مهند عبد الرحمن اليوسف يا رب يا رب، الذي استشهد بتاريخ 12/2/12. يعطيك العافية خالة. أهلين يا خالتي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. إن شاء الله الله يرحمه ويتقبله من الشهداء. الحمد لله شهيد بالجنة يا خالتي مع الشهداء. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بجنات النعيم. إن شاء الله يا خالتي بشار وعوانه يا رب، وأولاده بنار جهنم يا رب. يا رب العالمين. يا رب تخلصنا من بشار وعوانه يا رب، تنصر المجاهدين المسلمين على بشار وعوانه يا رب. يا رب العالمين. يا رب تجعل بشار بنار جهنم، وأولاده تولع بيهم نار ما تطفي يا الله يا الله. جرح قلوبنا يا رب، تجرح قلبه أولاده يا الله يا مستجيب الدعاء. احنا صابرين الحمد لله، اولادنا شهداء بالجنه بشار وعوانه بالنار يا الله يا الله يا جبار يا الله يا جبار يا رب يا رب يا رب. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله. خالتي تحكينا شو انت يوميا عندك زياره يوميه؟ الحمد لله انا كل يوم بزور الشهيد يا خالتي. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. كل يوم بزور الشهيد، شهيد بالجنه يا خالتي. شهداء اولادنا كلها شهداء ان شاء الله، بس احنا ان شاء الله ندعس على بشار وعوانه ان شاء الله، وندعس شاء الله. بقلبه وندعس ان شاء الله يا خالتي عليه بنار جهنم ان شاء الله، ان شاء الله كلها ترجموا بنار جهنم يا رب يا رب العالمين. يا رب يا مستجيب الدعاء يا رب. يا رب بجاه الملائكه اللي حوالي الشهداء يا رب، تنصر اخواننا المجاهدين المسلمين في كل مكان على بشار وعوانه، على بشار واولاده، بشار ولاده ان شاء الله بنار جهنم يا رب. خالتي خالتي شو بتوجه رسالة لأمهات العساكر اللي عم يذبحون اللي بعدهم لحد الآن بجيش النظام؟ بوجه رسالة لأمهات العساكر انهن ينصحن أولادهن يا خالتي، تركوا بشار ونظام بشار. بشار جزار ابن حرام كافر يا خالتي. بشار قاعد يقتل الجيش قبل ما يقتل الشعب، قبل ما يكتب المدنيين يا خالتي. بشار حاطهم بأول، بس بأول الواجهة مشان يقتلهم، مشان يجرح قلب أماتهم، وهن بفكرا أنه قاعدين يدافعوا عن بشار. بشار يا خالتي ابن حرام جزار، ما بده حد يدافع عنه. إيران بظهره، إيران بتدافع عنه، إحنا رب العالمين بدافع عنه إن شاء الله، وبإذن الله منصورين على بشار وعوانه. ويا رب تتقبل شهادة الشهداء بجاه نبينا محمد يا رب. ومحمد حسان الشيخ الحمد لله شايفهم شهداء، وقم سلم على كل شهيد مسلم بإيده اليمين يا رب. الحمد لله. إن شاء الله بإذن الله النصر قريب. الحمد لله. نشكر رب العالمين على هالمحنة وصابرين الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا احنا خالتي نسال رب العالمين انه يجمعك بابنك مهند بجنات النعيم ان شاء الله. انا ما بعرفك وهسه شفتك، اني شايفه قدامي الحمد لله مع الشهداء. الحمد لله رب العالمين. والله ان شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين. الشهداء شايفهم والله، شفتهم من فتره يا خالتي، صافين صافين، والخضار حواليهم ما شفت وجوههم، بس قاعدين ومبسوطين. الحمد لله رب العالمين. قلت يا رب الحمد لله، وقد ماني راضي عليه الحمد لله، الله اعطاه الشهاده. الحمد لله رب العالمين. كل ما مشى وين ما راح اقول له الله ييسر لك يا يما، الله يفتح دربك. والحمد لله اني ان شاء الله ابني مع الشهداء الصالحين ان شاء الله النعيم. ان شاء الله. ويا رب تقبل شهادتهم، شهاده كل الشهداء والامهات والاطفال والنساء يا رب العالمين. الله يعطيك العافيه يا خالتي ويقويك ان شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. يا خالتي الحمد لله. الحمد لله. انا ببكي وفرحان لانه شهيد. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. انا ببكي من فرحتي. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الله يجزيك الخير. الله يسلمك. ويطول عمرك يا خالتي.